ننوه فقط أيضا لهذا العاجل وفد أمني مصري يسلم المحتجزين للجانب الإسرائيلي. إذن هم الآن في حوزة إسرائيل استلمتهم بالفعل، وهذه هي الدفعة الأولى من هذه الهدنة في يومها الأول. استلمت إسرائيل بالفعل محتجزيها من وفد أمني مصري، وربما خلال الساعات القادمة ننتظر الشق الثاني من تنفيذ هذه الهدنة في شقها الفلسطينية.